ببركة الله وتوفيقه مشاهدينا ومتابعينا الكرام، ينطلق الشوط العشرون في هذا اليوم المخصص لفئة الإبكار. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين المنطلقين في هذا الشوط. نسير إلى المركز الأول ونتابع الصدارة، نتابع مقدمة الشوط، من أعلنت وجودها على المركز الأول مع هذا الانطلاق ومع هذا التحدي الرايح على أرضية ميدان التحدي وعبر هذه القناة الناقلة المتابعة لهذا المهرجان الكبير، قناة الريان الفضائية. نسير إلى الصدارة ونتابع مقدمة الشوط. نهب سعيد بن علي بن سعيد القربوع المري على المركز الأول، المركز الثاني، أتابع القادمة في هذه اللحظات على المركز الثاني، المتواصلة على المركز الثاني. هنا غزر أحمد بن محمد بن علي بن حمد المنصوري على المركز الثاني، المركز الثالث، أجد التواصل في هذه اللحظات القادمة على الجانب الآخر مع هذا الانطلاق على المركز الثالث. غيرت إلى المركز الأول ملازيم محمد بن سالم بن ناصر المسعودي، هنا تقدمت في هذه اللحظات المركز الرابع، أتابع النداء في هذه اللحظات القادمة مباشرة مع هذا الشوط وهذا التحدي الرائع. هذه هي القادمة والمتحركة من تحمل رقم 31 القادمة، غزر فهد بن راشد بن محمد الهاملي على المركز الرابع، المركز الخامس، اتابع القادمة في هذا التحدي وهذا التواصل. الله القادمة مباشرة الشاهنية سلطان بن عايض بن محمد البقمي على المركز الخامس. هكذا عدينا الخمس المراكز الأولى إلى مسامعكم مع هذا الشوط، مع النداء الأول لتحركات هذا الشوط. الأسماء الأخرى ننتظرها مع الأمتار. إذا نتابع هذا الأداء والسيارة في الانتظار مع هذا السيل الجارف من الشعارات القادمة. الله 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 يا الصدارة، المركز الأول، نتابع المنافسة القوية، المنافسة المشتدة مع المركز الأول والصدارة، انطلقت بالمركز الأول الصدارة. هنا نتابع هذا الأداء الجميل من الشايبة مظفر بن حمد بن محمد المزروعي على المركز الأول، يقدم الشايبة على الصدارة والمركز الأول. المركز الثاني، أتابع القادمة في هذه اللحظات، القادمة غزر على المركز الثاني، فهد بن راشد بن محمد الهاملي والمركز الثالث، تقدمت في هذه اللحظات افهده وصلت افهده عوض بن سعيد بن خيله العامري، يقدم افهده على المركز الثالث، المركز الرابع. الله ازهوى وصلت حمد بن حميد بن عبد الله بن خلفان بن دويس الشامسي، يقدم ازهوى، تقدمت في هذه اللحظات الى المراكز المتقدمه، الى اداء الرائع، الى اداء الجميل في هذه اللحظات. غاربنا الى خط النهايه، غاربنا الى التحديات الرائعه. الصداره هنا على المركز الاول، بن دويس يقدم هذا الاسم، يقدم ازهوى، يا مزه ازهوى على المركز الاول في هذه اللحظات، حمد بن حميد بن عبد الله الشامسي، ولكن القادمه الله 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 الله، الصداره هنا مع الصداره والمركز الاول في هذه اللحظات، العيمه العيمه العيمه، حمد بن مبارك بن هدفه العامري يقدم العيمه على الصداره والمركز الاول. السياره في الانتظار مع المركز الاول، المركز الثاني، اتابع القادمه في هذه اللحظات، غزر فهد بن راشد بن محمد الهاملي، وصل الهاملي الى امتار الاخيره، الى امتار الاخيره، التحديات الاخيره، الى اين ستذهب السياره؟ الله
الابداعات. المركز الاول هنا، المركز الاول بحوزة وانطلاقة العلمة، العلمة العلمة على الصدارة، العلمة حمد بن مبارك بن هدف العامري على المركز الاول. المركز الثاني يتابع القادمة في هذه اللحظات غزر فهد بن راشد الهامري الى امتار الاخيرة، الثالث القادمة في هذه اللحظات الله يا سلام، القادمة فتنة شهاب بن حمد بن سعيد اللي حافي الى امتار الاخيرة، التحديات الاخيرة. الله 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 الله، على الصدارة الشحانية خالد بن حمد بن صالح القمرة غير على المركز الأول. سلام يا الشحانية، سلام سلام على هذا الأداء الجميل، تهانينا والناموس لمالك الشحانية خالد بن حمد بن صالح القمرة. المركز الثاني يذهب إلى 77. المركز الثاني كان الدخول القوي على المركز الثاني من تشريف نواف بن راشد بن حارب السعدي. المركز الثالث يذهب إلى المركز الثالث يذهب إلى فصائل حمد بن محمد آل صافية المري. المركز الرابع كم نصيب رقم 65 هنا نتابعها في هذه اللحظات العيمة، حمد بن مبارك بن محمد بن هدف العامري. والخامس يذهب إلى 41 كان من فتر من نصيب فتنة شهاب بن حمد بن سعيد اليحافي. إذا تهانينا والناموس لمالك الشحانية خالد بن حمد بن صالح القمرة، نهنيه على هذا الفوز والانتصار بالمركز الأول. التوقيت الزمني هو 7 دقائق 33 ثانية، 6 أجزاء من الثانية. تهانينا له على هذا الفوز. المركز الثاني، المركز الثاني كان من نصيب تشريف نواف بن راشد بن حارب السعدي اللي احتلت المركز الثاني. توقيت الزمني 7 دقائق 34 ثانية و4 أجزاء من الثانية. تهانينا له على هذا الفوز. المركز الثالث يذهب إلى فصائل حمد بن محمد بن حمد آل صافية المري. توقيت الزمني 7 دقائق 34 ثانية و8 أجزاء من الثانية. تهانينا لجميع الفائزين بالمراكز الأولى.